وتتواصل فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في مدينة شرم الشيخ. وللمزيد من التفاصيل أطلعنا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري بهذه الرسالة. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات الدولي بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ، حيث استمرار لفعاليات وجلسات اليوم الرابع للاجتماع السنوي 58 لمجموعة بنك التنمية الإفريقي والتاسع والأربعين لمحافظي هذه البنوك الأعضاء سواء الإقليمية وغير الإقليمية. وأيضا هذه الجلسات التي تشهد حراك كبير وحضور لأكثر من 4000 مشارك يمثلون ما بين تنمويين وأكاديميين وأيضا كل من لهم علاقة بالاقتصاد سواء الاقتصاد الأخضر أو أيضا الحديث حول التغير المناخي والمصرفيين. وأيضا إذا تطرقنا إلى العنوان الكبير الذي يأتي تحته هذا الاجتماع السنوي، حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ ونمو الاقتصاد الأخضر، يسعدنا أن نلتقي بالسيد محمد العزازي المدير العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشمال إفريقيا. سيد محمد، برحب بك في مدينة شرم الشيخ وعلى شاشة التلفزيون المصري. وهذا الاجتماع السنوي المهم من مصر يطرح العديد من القضايا وأيضا يواجه الكثير من التحديات الإفريقية، يأتي في مقدماتها نتحدث عن عنوان عريض: دور القطاع الخاص في التنمية داخل إفريقيا وتحديدا في مجالين التغير المناخي ونحو اقتصاد أخضر. حدثنا عن هذا العنوان. نعم. وهذه القضية التي تأتي على رأس أولويات هذا الاجتماع. نعم، أصلا الاجتماع السنوي عنوانه هو كيف ندخل القطاع الخاص أكثر في المشاريع في إفريقيا. وإحنا في البنك الإفريقي للتنمية هذه يعني من زمان كنا نشتغل على المشاكل الأساسية التي تواجهها الدول الإفريقية وخاصة التغير المناخي. كما تتعرفوا أن التغير المناخي يؤثر أكثر على دول شمال إفريقيا. وبما أنني مدير العام تاع البنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا، ربما نعطي بعض الأمثلة على المشاريع اللي نعمله هنا في شمال إفريقيا علشان نطور يعني الدور تاع القطاع الخاص في محاربة التصحر، في محاربة التغير المناخي. في الحديث عن مصر قبل أن أختم معك هذا اللقاء، كيف ترى بصفتك الرسمية مدير عام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشمال إفريقيا وحضورك لأكثر من اجتماعات سنوية كثيرة لهذا البنك، كيف ترى هذه النسخة من الاجتماعات؟ كيف تستضيفها مصر والتنظيم الخاص بالدولة المصرية من مدينة شرم الشيخ؟ وأيضا كان آخر تنظيم عام 1999 من لمصر، هذه المرة الثالثة، كيف ترى هذه الدورة وهذا الاجتماع السنوي؟ الاجتماع السنوي هذه المرة كمدير عام، يعني أنا اللي كنت مكلف بتنظيم بالتشاور مع الحكومة لتنظيم هذا التعاون مع الدولة المصرية. يعني كان تنظيم ممتاز. يعني ما بغيتش نقارن مع دول أخرى، ولكن هاي ليفل، مستوى كبير جدا، وشفنا لا في السيكوريتي لا في التنظيم لا في الأكل لا في حتى في النظافة. وإحنا في هذا المكان، يعني مكان اللي تعمل فيه هذا الاجتماع السنوي، مكان ممتاز اللي كانت فيه الكوب، يعني كل الناس اللي تكلمت معهم الأفارقة وكل شيء كانوا منبهرين جدا بالمكان اللي عملنا فيه هذا الاجتماع السنوي، وكذلك منبهرين بهذه المدينة الجميلة ديال شرم الشيخ. السيد محمد العزازي المدير العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشمال إفريقيا، أنا بشكرك على التواجد معنا وأتمنى لك مشاركة موفقة في كل فعاليات هذا الاجتماع السنوي. شكرا جزيلا على الاستضافة، بارك الله فيكم.